هل تستيقظ من النوم وأنت تشعر بأنك ما نمت كفاية؟ هل تشعر بالتعب طول اليوم ويمكن طول الأسبوع؟ هذا طبيعي؟ لا، الحقيقة مش طبيعي، لأنك قاعد تستدين. حد بيقول كيف يعني؟ يعني قاعد تاخذ قرض كبير جدا اسمه دين النوم. الدماغ يحسب الوقت اللي ضاع في ليلتك بدون نوم بدقة عالية، وسواء كنت طفل أو شخص كبير في السن كلكم تحتاجون للنوم. والكلام اللي يقول أن الإنسان البالغ ما يحتاج ساعات نوم وايد هو كلام ترى غير دقيق يا جماعة. تحتاج أنك تنام كل ليلة من 6 إلى 8 ساعات، وأقل من ذلك يعتبر دين عليك. ولا تقول بعوض في نهاية الأسبوع أو الأسبوع القادم، لأن الدماغ ما يشتغل بهالطريقة. والطريقة الوحيدة علشان تتجنب الاقتراب من صحتك هو أن تنام لمدة كافية كل ليلة. يمكن تقول طيب شو المشكلة؟ بعوض النوم في اليوم الثاني. المشكلة هي أن دين النوم لا يؤدى. شو يعني؟ يعني اللي راح من الخلايا خلاص ما راح يرجع مرة ثانية. والطريقة الوحيدة اللي تقدر فيها أنك تتجنب هذا الدين هو بالنوم الكافي. يقضي الإنسان 36% من حياته في النوم، يعني إذا عشت 90 سنة بتكون قضيت 32 سنة منهم وانت نايم. والسؤال هو شو يصير لما ينام الإنسان؟ لما ينام الجسم فإن الدماغ لا ينام، بل أن بعض مناطق الدماغ تكون أكثر نشاطاً. في هالمناطق تنشط الوصلات العصبية وتقوم بوظائف مهمة لا يمكن أن تقوم بها وانت صاحي. في دراسة سووها في جامعة روتشستر على مجموعة من فئران المختبر، شو اكتشفوا؟ اكتشفوا أنهم لما ينامون يزداد إفراز سائل يسمى السائل المخي الشوكي. عرفون هالسائل شو يسوي؟ ينظف الدماغ من السموم، ومن أخطر تلك السموم هي بعض أنواع البروتينات اللي تسبب مرض الزهايمر. لذلك إحدى وظائف النوم أن يخلص الخلايا من المخلفات علشان تقدر تعيد ترميم الدماغ لما يكون الإنسان مستيقظ. كلنا سمعنا عن الساعة البيولوجية وتسمى أيضاً ساعة الجسم، لكن كيف تعمل هاي الساعة؟ هذه الساعة تتأثر بكمية الضوء اللي تدخل العين، وبالتالي تقوم الخلايا بإفراز هرمون الميلاتونين اللي يسمونه هرمون النوم. فإذا كان الضوء شديد تقلل الخلايا من إفراز الميلاتونين، وإذا انخفض الضوء أو اختفى ترتفع نسبته في داخل الجسم. لو وضعنا الـ 24 ساعة اللي في يومنا على ساعة الجسم لوجدنا التالي: الساعة 3:30 ظهراً يكون الجسم في حالة ردة فعل سريعة، يعني يقدر يتفاعل مع الأحداث بسرعة، وهذا وقت مناسب للأنشطة والأعمال الذهنية. الساعة 6:30 مساء يرتفع مستوى ضغط الدم إلى أعلى مستوياته، وهذا وقت مناسب للجلوس في هدوء والاسترخاء تجنباً لرفع ضغط الدم. الساعة 2 بعد منتصف الليل هو الوقت المناسب للنوم العميق، يفترض أن يكون الشخص نايم قبلها بساعات. الساعة 4:30 فجراً ينخفض مستوى ضغط الدم إلى أدنى مستوياته، وهو أفضل وقت للحركة والرياضة. الساعة 6:45 صباحاً يكون ضغط الدم في حالة تأهب للارتفاع، وهو أفضل وقت لبدء الأعمال اليومية. يقسم النوم إلى مرحلتين رئيسيتين: الأولى تسمى Non-Rapid Eye Movement أو Non-REM، وهي المرحلة اللي ما تتحرك فيها العين وقت النوم، وفيها ثلاث مراحل. أولاً مرحلة دخولك لعالم النوم، يبدأ الدماغ في هذه المرحلة يتأرجح بين النوم واليقظة، تشوف صور لأشخاص وتمر عليك مواقف اليوم أو أيام سابقة، وساعات تحس أنك تسقط من مكان عالي فتخاف وتستيقظ فجأة. مرحلة النوم الخفيف العين تتوقف فيها عن الحركة، ودرجة حرارة الجسم تنخفض وتنتظم دقات القلب مع التنفس، ويبدأ نشاط الدماغ يقل. تسمى هذه المرحلة عمود النوم، لأنها مرحلة مهمة لتقوية الذاكرة، وخصوصاً الذاكرة اللفظية. يعني تبغى تتعلم لغة جديدة نام زيادة. المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة النوم العميق. هنا يبدأ الدماغ يرسل إشارات كهربائية متقطعة للجسم فتسترخي العضلات، وينخفض مستوى ضغط الدم، ويبدأ التنفس يعتدل. ولذلك إذا استيقظ الإنسان في هالمرحلة وما يقدر هو يتوازن ولا حتى ينتبه للأشياء حوله،
واكتشف العلماء السنة الماضية أن من أسباب هرم الدماغ وضعفه مع كبر السن طبعاً أن الإنسان يلخبط نومه طوال مرحلة الشباب، وبالتالي لا يصل إلى حالة النمو العميق. وش اللي يصير؟ يبدأ الدماغ يضعف ويشيخ إلى أن تتهاوى الذاكرة. طيب شو اللي خلينا صاحين وما ننام؟ خلنا نأخذ أسباب السهر عبر الزمن. بين 1800 و1900 كانوا اللصوص وتأخر القطارات والحشرات، أي نعم الحشرات. وبين 1900 و2000 التأخر في الشوارع من الزحمة والجت لاج أو اضطراب النوم عند السفر والإنترنت والمقاهي وأيضا السمنة. تصوروا بين عام 2000 و2016 أشياء كثيرة، الهواتف الذكية، هاري بوتر، جيم أوف ثرونز، والأزمة الاقتصادية، ويوتيوب وسناب شات. في مرحلة حركة العين السريعة Rapid Eye Movement أو REM، في هالمرحلة تظهر الأحلام، وتقريبا كل العضلات تكون في حالة استرخاء تام، والعين تتحرك بسرعة تحت الجفن المغمض. يعني الواحد منا في عالم آخر، لو شو ما صار حوله ما راح ينتبه، لأن يعني مثل ما نقول غاط في النوم. وقبل مدة اكتشف العلماء في جامعة MIT أن الأعصاب في هذه المرحلة تقوم بإعادة عرض بعض الأشياء اللي صارت لنا طول اليوم، وخاصة المتعلقة بالتعلم، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن الناس اللي يوصلون إلى مرحلة REM يكونون أكثر قدرة على تعلم اللغات والمهارات وحل المشكلات. شو يصير لما ما ينام الإنسان لمدة كافية؟ في 28 يناير عام 1986 انطلق المكوك الفضائي تشالنجر يحمل 5 رواد فضاء، وبعد أقل من دقيقتين من انطلاقه انفجر في الجو ومات كل اللي كانوا عليه. بعد 2 سنين ورد في تقرير لجنة التحقيق أن فريق العمل المسؤول عن المهمة في ناسا قضوا مدة طويلة ما ينامون، حتى أن أغلبهم نام لساعتين فقط في اليوم اللي سبق الإطلاق. وقد حد منا يقول طيب كيف ممكن يؤثر هذا بشكل مباشر على عملهم؟ بسبب قلة النوم صار عندهم هبوط في مستوى التركيز والإدراك وضعف جودة القرارات المتخذة، وبالتالي اتخذوا القرار الخاطئ بإطلاق المكوك. في 26 أبريل عام 1986 في الساعة 1:23 بعد منتصف الليل حدث انفجار في أوكرانيا أدى إلى كارثة إنسانية تعرف اليوم بكارثة تشيرنوبل. اللي صار هو أن موظفي المناوبة الصباحية ما أجروا اختبارات السلامة في ذلك اليوم، وتركوا المهمة لموظفي المناوبة الليلية. وعادة يكون موظف المناوبة الليلية أقل تركيزا لأن ساعته البيولوجية متلخبطة على الدوام، فلما صار التسرب ارتبك فريق العمل وأغلقوا المفاعل، فارتفعت درجة الحرارة بداخل المفاعل وانفجر، مما أدى إلى حدوث أكبر كارثة نووية في تاريخ البشرية، وتم إعلان منطقة تشيرنوبل منطقة منكوبة. وحتى الناجين من الانفجار تعرضوا لكميات هائلة من الأشعة النووية فماتوا بعد سنوات بسرطان الغدة الدرقية. عام 1989 بعد منتصف ليل أحد الأيام صار حادث تسرب نفطي لناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز لما اصطدمت بالحيد البحري بالقرب من ألاسكا، مما أدى إلى كارثة بيئية في تلك المنطقة. بعد التحقيق اكتشفوا أن طاقم السفينة أمضى 18 ساعة في عمل متواصل من دون نوم أو حتى راحة. هل تعرفون أن الناس اللي ينامون أقل من 5 ساعات في اليوم أو اللي ينامون في النهار ويسهرون بالليل معرضين للسمنة أكثر عن غيرهم 50%؟ ليش طيب؟ لما يضطرب نوم الإنسان فإن جسمه يفرز هرمون اسمه غريلين، ويسمى أيضا بهرمون الجوع. هذا الهرمون لما يفرز من الجسم يبدأ الإنسان يبحث عن السكر مباشرة، ولذلك يأكل أكثر ويتعرض لأخطار السمنة. هذا هو الوقت الطبيعي لنوم الإنسان بالليل. تعرفون شو يستوي في الناس اللي ينامون في النهار بدل الليل؟ لما الدماغ يدرك بأن الشمس طالعة من خلال العين طبعا، يحاول الواحد منا أنه ما ينام، فالدماغ يقول له لا، هذا وقت الصحو،
فيصر على النوم والدماغ يقاوم ويتمون في هذه المعركة لين الدماغ يتعب ويستسلم. لما هالعملية تتكرر على مدى الأيام والسنين يبدأ جهاز المناعة في الجسم يضعف ويحترق وترتفع نسبة احتمال إصابة هؤلاء الناس بالسرطان. ولأن قلة النوم تؤدي إلى الإجهاد يقوم الجسم بإفراز الجلوكوز في الدم علشان يعوض التعب، ومع الوقت يبدأ الجلوكوز يملأ الأوعية الدموية ويزداد احتمال إصابة الإنسان بمرض السكري، وتبدأ قدرة الأوعية الدموية على تحريك الدم بشكل فعال تضعف مع الوقت فيصاب الإنسان بأمراض ضغط الدم. طيب شو الحلول الموجودة اليوم غير عن الأدوية لحل مشكلات النوم؟ من الحلول البسيطة واللي يقدر كل واحد يسويها إنه يجهز غرفة نومه علشان تكون غرفة نوم حقيقية، يعني لازم تكون مظلمة وهادئة وباردة نوعا ما، لأن الأشعة الزرقاء اللي تطلع من الشاشات تمنع تدفق هرمون النوم في الجسم. قبل شوي تكلمنا عن ساعة الجسم صح؟ تعرفون شو أسوأ شيء يخرب ساعة الجسم؟ السنوز. شو يعني؟ يعني لما يرن المنبه وتضغط عليه علشان يرن بعد كم دقيقة. بهذه الطريقة تظل ساعتك البيولوجية في لخبطة مستمرة. لذلك تحديد وقت للنوم وآخر للاستيقاظ مهم جدا حتى في الإجازة. وعشان تتخلص من هالعادة إعادة السنوز عندك حل، نزل تطبيق اسمه بيتر مي. هذا التطبيق موجود في التلفون. هذا التطبيق كل ما تضغط سنوز شو اللي يصير؟ يرسل رسالة إلى حسابك في فيسبوك يقول حق الناس أنك أنت ضغطت سنوز وبعدك نايم، يعني إذا ما صحيت من المنبه بتصحى من الفضيحة. التمارين اليومية مفيدة للصحة بشكل عام، وأهم شيء أنها تحسن من عمل الدورة الدموية اللي بالتالي تحسن من النوم. لكن آخر وقت للتمارين لازم يكون قبل النوم بست ساعات كحد أقصى علشان جسمك يلحق يبرد بعد الرياضة. فالجسم الساخن لا ينام بسهولة، ولذلك تشوفون الشخص اللي عنده حمى ما ينام. إذا مضطر أنك تنام في النهار فلا تزيد القيلولة عن 30 دقيقة، ولازم تنهيها قبل الساعة 4 العصر علشان ما تخرب على نوم المساء. آخر كوب قهوة أو أي مشروب فيه كافيين لازم تشربه قبل الغداء، فالكافيين يبقى في الجسم من 5 ساعات إلى 14 ساعة حسب جسم الإنسان وحساسيته تجاه المنبهات. لو قلت لكم أن هناك جين للنوم، لا ماشي، لكن العلماء يبحثون حالياً عن الموضوع هذا. فإذا كان هناك جين للنوم وقدروا العلماء من خلال الهندسة الجينية أنهم يتحكمون فيه، فهذا يعني أن الإنسان بيتخلص من كل مشكلات النوم إلى الأبد. هناك من الناس من يتفاخر بأن ما ينام كفاية، لكن هذا ليس مدعاة للفخر بل للخجل، تماماً كأن يتفاخر شخص بعادة سيئة. ما قل النوم اليوم للأسف صار دليل على أن الإنسان جاد ومجتهد وناجح. ولذلك علشان نغير من هذه العادة السيئة نحتاج أولاً أن نغير ثقافتنا، وثانياً أن نفهم ما هو النوم وشو اللي يصير في أجسادنا لما تتراكم علينا الديونة. ليلة سعيدة، تصبحون على خير. الكشف البعيد بها
لحظة لكشف البعيد، هي تنكشف الظلام، هي لحظة لكشف البعيد. فتعال يا فجر العلوم ولا تقل للحلم مهلا، تعال يا فجر العلوم ولا تقل للحلم مهلا. Oh.